لكن استاذ محمد، يعني خلينا نتكلم سريعا بخصوص الموضوع اللي حضرتك كنت بتتكلم فيه وخاص بفريق النادي الاهلي. وطبعا بعد الاخفاق يعني للاسف في يعني بالنسبه لنا خبر كلنا ما كناش نتمناه، وكان عندنا امال كبيره جدا ان النادي الاهلي يفوز بالبطوله رقم 9 في بطولات دوري ابطال افريقيا، لكن ما كانش في توفيق، وكان في بعض الظروف والعوامل الخارجيه اللي ممكن تكون اثرت على الفريق والجهاز الفني بشكل او باخر. لكن الاهم يا استاذ محمد في الجزئيه دي ان في بعض الاحيان بتكون الهزيمه مهمه علشان تظهر بعض العيوب اللي ممكن تكون متواجده في الفريق، ممكن ما يكونش حد واخد باله منها، وهي خاصه بالتدعيمات الكتير اللي اكيد هتكون على المستوى الفني بالتحديد من قبل مجلس اداره النادي الاهلي ولجنه الكره. اكيد هتتفق معايا استاذ محمد في هذه الجزئيه. هتفق معاك 100% مع اختلاف التسميه من وجهه نظري. بتفق معاك في المعنى نفسه زي ما قال زميلي امير هشام. اعتقد يا امير انه ممكن نطبق على ده جمله يعني رب ضاره نافعه، انه في حاجات احيانا حدوثها وان كانت غير ماموله او غير مرغوب فيها زي خساره النادي الاهلي في اي مباراه او اي بطوله محليه او دوليه، الا انها بيكون لها بعد فني. مش هقول انها مهمه، مفيش بالنسبه لنا كلنا دايما الفوز هو المهم، وبالنسبه للنادي الاهلي هو تعود انه لا بديل عن الفوز وانه لا يقبل بالمركز الثاني، وانه الثاني بالنسبه للاهلي زي الاخير، هو دايما بيفكر في المركز الاول في اي منافسه سواء كرويه او في اي رياضه ثانيه. واحنا متفقين انا وامير وكل زملائنا وكل اسره قناه الاهلي والنادي الاهلي نفسه هذا الكيان الكبير على هذا المبدا. لكن بتكشف العيوب او بترفع الغطاء عن سلبيات قد يخفيها لفترة أطول عملية الفوز، حتى لو كانت يعني حدثت بشكل أو آخر دون وجود المقاومات الحقيقية للمكسب أو الشكل اللي تعودنا عليه المناسب والملائم واللي دايما فيه مقاومات وتميز وميزات تنافسية كثيرة عن الآخرين، تسويقية واستثمارية واقتصادية ورياضية وفي قدرات اللاعبين. كل ده هو اللي تعودنا أنه عوامل بتجعل النادي الأهلي متفوق على منافسيه على المستوى المحلي والعربي والأفريقي. عشان كده بنقول زي ما قال زميلي أمير هشام، أعتقد يا أمير أنه هيبقى فيه تصحيح للمسار الفترة الجاية، هيبقى في ملفات كتير جدا هيهتم بيها أكتر مجلس الإدارة وهيشتغل عليها لتلافي أي أوجه قصور موجودة في أي جانب من جوانب النادي، سواء بنتكلم عن كرة القدم أو أي مجال آخر. لأنه بالتأكيد المجلس أولا وأخيرا هم محبين للنادي الأهلي قبل ما يكونوا مسؤولين، هم أهلوية يعني 1000% أو 1000000%، وهم مدركين دايما يعني إيه النادي الأهلي ماشي على المسار الصحيح كرويا أو عنده مشكلات محتاجة لتصحيح. وأعتقد أنه الشكل الأخير للأهلي في هذه البطولة بيقول أن في بعض علامات الاستفهام هم أقدر على الإجابة عنها أو على وضع الإجابات الصحيحة لها في الفترة الجاية وتعديلها. أعتقد أن ده اللي هيحصل الفترة الجاية يعني. بالظبط إن شاء الله. أنا أقصد بالخسارة المهمة مش من حيث النتيجة طبعاً، طبعاً. احنا متعودين دايماً أصدق. إن احنا لازم نفوز في أي بطولة حتى لو مباراة ودية، لازم جمهور النادي الأهلي بيبقى عايز الفوز رقم واحد، والهدف الأساسي والرئيسي هو الفوز بأي بطولة بيشارك فيها النادي الأهلي حتى لو كانت كأس العالم للأندية، إن شاء الله نتمنى إن احنا نتأهل لهذه البطولة. لكن تقصد إن الإخفاق أو الهزيمة بيظهر عيوب كتيرة؟ النتائج المترتبة على الهزيمة أكيد هتبقى نتائج مهمة جداً في مصلحة الفريق مستقبلياً، وده الأهم بالنسبة للنادي الأهلي وكل جمهور النادي الأهلي اللي دايما بيحب يشوف الفريق في احسن حالاته من حيث الاداء والنتائج والبطولات طبعا رقم واحد، وخصوصا بطوله دوري ابطال افريقيا اللي كلنا زعلانين على فقدان هذه البطوله. المده للاسف امتدت، لكن ان شاء الله النادي الاهلي يتدارك الموقف سريعا. عندنا البطوله القادمه على طول، عندنا مباراه في دور ال 32 اعتقد في شهر 12، والبطوله هتكون ممتده حتى شهر 5، يعني الفتره قريبه جدا. ان شاء الله نتمنى ان احنا نوصل للنهائي ومن ثم ان شاء الله نحقق اللقب ده علشان نسعد جمهور او النادي الاهلي يسعد جمهوره بشكل عام ان شاء الله، وده الشيء المهم واللي بنتمناه دايما يا استاذ محمد.